أسس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الإلهي في كنيسة شهداء الأردن بمنطقة مرج الحمام بالعاصمة عمان، وقد اقتصر الحضور على عدد قليل من المؤمنين، والذي كان قد تم فيه مراسيم احتفالية بالنذور الرهبانية الدائمة للأخوات أثار يوحنا من العراق وسوزان يوسف وعفاف جمال من مصر. وبعد أن ألقى سيادته كلمة مؤثرة، أعلنت الأخت سارة غنيم من جمعية راهبات يوسف الظهور باسم الكنيسة وباسم الرهبنة قبول الأخوات الراهبات. وفي نهاية القداس سجدت الراهبات الجدد بطاعة ومحبة أمام عرش الله العلي القدير، ثم تلقينا بعدها التهاني من المطران الشوملي وكاهن الرعية وشمامستها وأخواتهن في الرهبنة. مهما قمنا من أفعال وتضحيات وجهود لنكون فقراء بالروح، لنكون ودعاء، ومهما حزنا وجعنا إلى البر ومارسنا الرحمة والمغفرة، ومهما نلنا من الاضطهاد، فإن ذلك لا شيء أمام التطويبات التي تعدنا ليس فقط بالملكوت السماوي، ولكن أيضاً بالعزاء على هذه الأرض، وبأن نعاين وجه الرب ونكون حالياً من أبنائه المحبوبين. أيها الإخوة والأخوات، نحن الحاضرين هنا نتحد مع الراهبات المشاركات على وسائل التواصل ومع أهل الأخوات النادرات في العراق ومصر، ونحييهم من هذه الكنيسة، كنيسة شهداء الأردن في عمان، ونتحد مع جميع أصدقاء الرهبنة، لا بل ونتحد مع كنيسة السماء كي تواصل أخواتنا النادرات السعي إلى الكمال الإنجيلي وعيش القداسة بشفاعة مريم العذراء والقديس يوسف. مبروك للرهبنة، مبروك للأهل، مبروك لكنيستنا، ومبروك أخيراً لراهباتنا النادرات. آمين.